الدعاء في الصلاة جائز دون النوافل؟ الدعاء في الصلاة في مواطن الدعاء كالسجود وك بعد التشهد قبل التسليم جائز بلا ريب ومستحب، أما السجود فأكثر من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغ أشهد أن محمد رسول الله، قال ثم يتخير من الدعاء أجابه إليه.